لدي ابن معاق وبدأت علامة البلوغ تظهر عليه ولا يميز، فما الحل في أمور دينه كحلق العانة وغسل الجنابة عند احتلامه، علما بأنه لا يميز في بعض الأمور كالليل والنهار والصلوات المفروضة ويعاني من ضمور في خلايا المخ؟ أنت وليه وعليك أن تعتني به وبنظافته وبوضوءه. الصلاة ما عليه صلاة ما دام ما عنده فكر، ما عنده فكر ولا يشعر ولا يعقل، ما عليه صلاة ولا عليه وضوء ولا اغتسال، إلا إن كان عنده فكر. كان عنده فكر نعم يجب عليك أنك تقوم عليه وتأمره بالوضوء والاغتسال والصلاة، أما إذا كان ما عنده فكر ولا يميز هذا ليس عليه صلاة، إنما التنظيف وقص شعوره وأظفاره هذا شيء طيب، لا تتركه طويل الأظافر أو طويل شعر العانة، عليك أنك تواليه وأنت ماجور إن شاء الله. نعم.